انت تقولي بس انت انا راح الدكتور نسا ده على طول بتفهم غلط. كنت اجي اشتكي واقول لمامتي وكده تقول لي دي حاجه عاديه او كل البنات كده. نتيجه التاخر وعدم الوعي الاورام اللي فيها زادت عندي اكتر بعد اللي انا شفته، فلازم الكشف المبكر يعني على وهي لسه في اولها، ممكن علاجها يبقى بسيط عما توصل وتتفاقم. لو اكتشفت البواضيع من اولها بتبقى المساله، بيبقى حجم الورم اصغر، بيبقى الامور اسهل. فعلا التوعيه مهمه جدا، انت لازم تروحوا وتدوروا. انسه تعبانه ومحتاجه ان هي تروح لدكتور نسا، فما فيهاش مشكله خالص. اي بنت تحس باي وجع تستشير اي دكتور، ما تستنيش على اي وجع. بنصحها ان هي ما تستناش الموضوع ده يكبر، وان هي تروح تكشف على طول من وهي صغيره. اب ام يشوف الموضوع ده لازم يدوروا ويسالوا، وما يستنوش ان البنت تتجوز وبعد كده تعاني من مشاكل تانية.